يوم يمكن لي نقول له لا تاريخي، لان هذه الحديقه كتعرف النشاه ديالها منذ عقود، واليوم في حله جديده. طبعا الشكر الجزيل، والحقيقه خصنا نردو يعني الشكر كله لرئيس المقاطعه مع الفريق ديال المنتخبون اللي قروا يعني في اطار عمل ديال المقاطعه ماشي ديال المجلس، وخصني ناكد عليها على انهم ياخذوا هذه البادره باش يعيدوا التاهيل ديال الحديقه. طبعا الغرض منها هو نفتحوها للساكنه وتكون في اوج ديالها. الحمد لله كتشوفوا على انها اليوم ممكن تستقبل الساكنه. هذا نموذج ديال حدائق القرب ديال الاحياء اللي غادي يمكننا نمشيو فيها كبرنامج جديد ان شاء الله مجلس المدينه، وهنا في كل حي تكون عندنا واحد حديقه صغيره ولا منتزه اللي غادي يمكن الساكنه تخرج ليلو. الحمد لله حنا على مشارف شهر رمضان الكريم، فبهذه المناسبه رمضان الكريم لجميع المغاربه ولا راسهم سيدنا الله ينصرو. نتمنوا هذه الحديقه ان شاء الله تكون منتزه اللي غادي يخرجوا له الساكنه ديال المعارف يجولوا فيه في الليل ان شاء الله وياخذوا صور. فما يمكن ليش يعني ما نحبس من الشكر ديال العاملين والموظفين ديال المقاطعه اللي ارتقوا انهم يخدموا بيديهم في هذه الحديقه ورده بورده. يعني كل الشكر والامتنان اليوم للعمال اللي شفتيو فعملوا جاهدا من اجل الرقي بهذه يعني الحديقه. كنتمنى ايضا من الساكنه انها تحافظ على الجماليه ديال الحديقه لانها هي لهم. فهذا واحد البادره من البوادر ان شاء الله اللي غادي تشوفوها في المستقبل على صعيد مدينه الدار البيضاء ككل. فمثل هذه الحدائق اليوم عندنا برنامج تنموي لمدينه الدار البيضاء اللي الشق الله اكبر الشق ديال يعني ليسباس فيغ غادي ياخذ واحد المرتبه كبيره. اذا اليوم كيف كانت حضرتي معنا اليوم كنا في اعاده افتتاح واحد الحديقه ديال الحي اللي هي في حق عندها تاريخ طويل، لكن للاسف الشديد بعد سنوات من النسيان سنوات من الاهمال، الحمد لله اليوم المجلس الجديد والاغلبيه الجديده اعتبرتها من الاولويات، فتم اعاده الهيكله ديالها بامكانيات جد بسيطه، بامكانيات اللي حاولنا من خلالها نحترموا الطابع ديال القرب ديال الحي. الى شفتي وانه درنا اعتمدنا بزاف على الورود، اعتمدنا على هاد النافوره عاودنا هيكلناها لان الغرض منها هو بغينا نفتحوها للساكنه، ساكنه اللي هنا ديال 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 حي المعارف، باش يمكن واحد المنتزه خصوصا وهذا رمضان بعد التراويح كيبغي الجميع انه يخرج يفوج شويه. ولكن هذه كتجي في اطار واحد المنظومه ديال 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 اون فيزيون ديال واحد الرؤيه للتعامل مع المنطقه المناطق الخضراء. اليوم اليوم ان شاء الله افتتحنا هذه، ولكن نحن مقبلون في الايام القليله على افتتاح السكوير ديال الزرقطوني اللي فيه 9000 متر واللي تمت اعاده هيكلته من طرف مجلس المدينه، وكذلك واحد الحديقه بشارع بن سينا من طرف احد رجال الاعمال الخواص ل 3000 متر، وحديقه مع مجلس عمل الدار البيضاء في بورت كاليفورنيا باب كاليفورنيا اللي فيها 16000 متر واللي فيها واحد المجموعه ديال التجهيزات ديال القرب وديال الالعاب دي بيرغولا ديال الضامه فيها فين يلعبوا البيتونك الى اخره. اذا حنا اليوم هادو ربعه ديال الحدائق، وحنا ان شاء الله مع واحد مع واحد الشركه ديال القطاع الخاص اللي كاينه ساكنه هنا بمقاطعه المعارف ان شاء الله اعاده الهيكله ديال جاردان لي زيغيس وديال جاردان لي زاغين. اذا اليوم ان شاء الله حنا هذا المجلس عاطي اهميه قصوى للحدائق، والا شفتوا ان شاء الله عندنا اربعه اليوم غندشنوهم وجوج راهما في بدايه غادي يبداو العمل ان شاء الله في الايام القليله المقبله، وهذا كيجي استجابه اولا للمنظور اللي تقدمنا به الانتخابات وهو اعطاء الاهميه للمناطق الخضراء. اليوم حنا كنحاولوا نجسدوا الوعود ديالنا في اطار عمليات ميدانيه. كنشكروا رجال الصحافه على التتبع ديالهم لما يقوموا به مقاطعه المعارف. بالامس القريب كان افتتاح مركب زبزاف، اليوم كنفتتحوا هذا ساحه بن بركه، وان شاء الله ان شاء الله كنوعدوا الساكنه ديال مقاطعه المعارف باننا مصابين اهتمامنا كله على المنشآت ديال القرب، سواء الثقافيه سواء المنتزهات سواء فيما يخص التجميل لومبوزمون ديال منطقه المعارف بصفه عامه، وهذا هو اللي كنا التزمنا به مع الساكنه، وحنا كنحاولوا رغم انه في بدايه المجلس ان كنكونوا اوفياء الى ما وعدنا به.